مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة نبدأها بالعناوين. تيريزا ماي تبحث البريكسيت مع زعيم المعارضة، والبرلمان يصوت لصالح مناقشة تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. في الذكرى السبعين للناتو، ستولتنبرغ يحذر من التهديد الروسي ويؤكد أن الحلف لن ينشر صواريخ نووية في أوروبا. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح إثر إطلاق مستوطن إسرائيلي النار عليهما في الضفة الغربية. ونتابع في الأخبار الاقتصادية. 21 مشروعا استثماريا تستعرضها اللجنة الفنية للتخطيط العمراني بمحافظتي شمال الباطنة والبريمي. وتتابعون في الأخبار الرياضية. المنتخب الوطني للشباب يبدأ معسكره الداخلي ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته بوافر الصحة والسعادة وللشعب السنغالي الصديق باطراد التقدم والازدهار. أكد متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها أجرت محادثات بناءة ومرنة مع زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين بشأن كيفية كسر الجمود حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث إن ماي وكوربين اتفقا على برنامج عمل حول البريكسيت، ومن المقرر عقد اجتماع في البرلمان في وقت لاحق من مساء اليوم بشأن خطة العمل، في حين تستمر المناقشات الفنية بين الفريقين حتى غد الخميس. يأتي ذلك فيما صوت نواب مجلس العموم البريطاني لصالح بدء مناقشة تشريع يجبر رئيسة الوزراء تيريزا ماي على السعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويسعى النواب لإقرار التشريع بكل مراحله داخل مجلس العموم بهدف تجنيب بلادهم خطر الانسحاب دون التوصل إلى اتفاق في 12 من إبريل. استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح بعدما أطلق عليهما النار مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المستوطن أطلق النار على الشاب قرب مدخل بلدة بيتا، ثم أطلق النار على شاب آخر في شارع حوارة جنوب نابلس. من جانبه زعم الجيش الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة بنابلس، مما أدى إلى إطلاق النار عليه من قبل أحد المستوطنين دون وقوع إصابات بين الإسرائيليين. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها مستعدة لإرسال مفتشين للتحقق من نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، وذلك في حال تم التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح النووي. وقال يوكايا مانو مدير عام الوكالة إنه أبلغ مجلس الأمن بأن الوكالة هي المنظمة الدولية الوحيدة المؤهلة لتنفيذ تلك العملية بطريقة محايدة ومستقلة. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية مستمرة منذ عام 2006 لدفعها لقطع التمويل عن برامجها النووية والصاروخية. ثبت المجلس الدستوري الجزائري حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع للمجلس على خلفية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك وفقا للدستور الجزائري. وكان بوتفليقة قد أخطر رئيس المجلس الدستوري بإنهاء عهدته الرئاسية بصفته رئيسا للجمهورية الجزائرية. وجاء قرار بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها عديد المدن الجزائرية مطالبة بالتغيير.
في أفغانستان قتل أكثر من 10 أشخاص من عناصر داعش، وألقي القبض على العشرات من مسلحي طالبان خلال العمليات المستمرة التي ينفذها الجيش الأفغاني بإقليم كونار. العمليات المسلحة بدأت في الإقليم قبل 3 أيام، تمكن من خلالها الجيش الأفغاني بالتعاون مع القوات الجوية من قتل عدد من المسلحين والقبض على آخرين ضمن خطة الجيش في تطهير إقليم كونار المضطرب أمنيا وتكثر فيه الجماعات المسلحة. ارتفعت حصيلة وفيات السيول التي تشهدها إيران بسبب الأمطار الغزيرة التي تتساقط منذ أيام إلى 52 شخصا، وقالت وسائل إعلامية إيرانية إن أكثر من 120 ألف شخص قد اضطروا إلى مغادرة منازلهم في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات بحثا عن مأوى، مضيفة أن انهيارا أرضيا تسبب في محو قرية بأكملها. تأهلت 5 مشاريع ابتكارية تمثل محافظتي الداخلية والوسطى للمرحلة الثانية في جائزة الغرفة للابتكار لعام 2019. الجائزة التي تأتي بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان ومجلس البحث العلمي أكدت على دعم المبتكرين ماليا ومعنويا لتطوير ابتكاراتهم وتحويلها لمشاريع إنتاجية. حقيبة التبريد الذكية مشروع تأهل به حمد بن عبد الله العبري إلى المرحلة الثانية في مسابقة جائزة الغرفة للابتكار، وذلك ضمن 5 مشاريع تأهلت على مستوى محافظتي الوسطى والداخلية. إحدى 21 موهبة حولت إلى مشاريع ابتكارية، هكذا أرادها الطلبة المشاركين في الجائزة التي ينظمها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان. شاركت في مشروع شاشة محراب التفاعلية اللي راح تخدم المساجد، تخدم جميع كثير من فئة المصلين من الجاليات الوافدة ومن فئة صم البكم، حيث أن هذا المشروع يترجم خطب الجمعة ترجمة فورية. وشاركت بهذه الفكرة وهذا المشروع بهذه المسابقة جائزة الغرفة للابتكار، والحمد لله يعني كانت يعني بادرة طيبة في اهتمام مجلس البحث العلمي بهكذا المشاريع. شاركنا بمشروع أكياس وعلب صديقة للبيئة، بحيث أنها تقلل من مشاكل الأكياس العادية اللي تسبب مشاكل في البيئة. الجائزة تساعدنا أن ننمي أفكارنا ونطور الأفكار والمشاريع اللي نحن يعني نفكر فيها. مجلس البحث العلمي يسعى لتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومختلف القطاعات الأكاديمية، ودعم الشباب العماني المبتكر لصقل مواهبهم الإبداعية. تم تقييم طبعا المتسابقين وتم فرزهم، وصار طبعا اللي هو عندنا العدد اللي هو المترشح 5 مشاريع للمرحلة الثانية القادمة إن شاء الله اللي راح تكون في شهر أكتوبر طبعا 2019. وحقيقة الأمر طبعا النسخة هذه طبعا نسخة مغايرة عن النسخة الأولى كانت في 2017، كون المشاريع بأمانة كانت مشاريع يعني ليها وقع، وكانت مشاريع من النوع الثقيل حقيقة الأمر، وكان في بادرة طيبة من المشاركين أنهم قدموا مشاريع يعني تليق وترقى لأنها إن شاء الله تكون منتج على أرض الواقع مستقبلا. القائمون على الجائزة أكدوا على الدعم المادي للمبتكرين لتطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية. عقدت بولاية ثمريت بمحافظة ظفار ندوة بعنوان الوضع المائي والتنمية الزراعية بمنطقة النجد. الندوة هدفت إلى التوعية بأهمية المحافظة على القطاعين الزراعي والمائي بمنطقة النجد ومراقبة الموارد المائية وحسن إدارتها والحد من المخالفات، بالإضافة إلى مناقشة العمل على تحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والموارد المتجددة. مزارع النجد بمحافظة ظفار تعقد عليها آمال كبيرة في المستقبل القادم لتنمية الموارد الاقتصادية الوطنية والمساهمة في الأمن الغذائي بقطاع الزراعي في السلطنة، فالإنتاج الزراعي في الأعوام الماضية ارتفع بشكل ملحوظ ليصل الإنتاج إلى مئات الآلاف من الأطنان في مختلف المحاصيل المزروعة بمساحة تقدر ب 240 ألف فدان. أهمية مزارع النجد في محافظة ظفار لها أهمية كبيرة من حيث
تكوين سلة غذائية متكاملة متنوعة، وكذلك تغذية باقي مناطق السلطنة، أنه الكل يعي إلى بأنه بمكانه بمساحة بسيطة أن يكون إنتاج كبير وبأقل ضرر وبأقل هدر للمياه، وبذلك هو وصل إلى الهدف اللي يطمح له. الوضع المائي والتنمية الزراعية بمنطقة النجد كان عنوان الندوة التي أقيمت بولاية ثمريت، حيث قدمت فيها مجموعة من المحاور ناقشت الإجراءات المتخذة للحد من المخالفات وإدارة الحوض المائي والتنمية الزراعية والوضع المائي بالخزان الجوفي. فلو أتيح للمزارعين الجوانب التنظيمية والجوانب القانونية المريحة لهم والحفاظ على مزرعتهم، سنصل إلى الاكتفاء الذاتي، وإن لم نصل إلى الاكتفاء الذاتي سنصل إلى النسبة العليا، نصل إلى 80%. الآن نحن عندنا مزارع تنتج بصل، ما كانت تنتج عمان، الآن تستورد 90% من احتياجاتهم بالبصل على شكل عمان. المكان الأنسب لزراعة البصل هو منطقة النجد من حيث المساحة واستخداماته للمياه أقل، استهلاك المياه أقل. الثوم العماني الآن أصبح معدوم، يستورد الثوم من برا من خارج وهو محصول أساسي، مساحات كبيرة جدا في النجد واستهلاك المياه أقل. نركز على هذه المحاصيل التي تحتاجها عمان ونحتاج بها أقل، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي إن شاء الله من هذه المحاصيل. نحن كوزارة نؤمن بأن الأمور لما تنظم أو الأمور التنظيمية والتوعية تلعب دور غير عادي في هذا الجانب، فيجب أن تضع المواطنين والمستهلكين في منطقة النجد في موضع الوضع الحقيقي للخزان الجوفي. لذلك كان الهدف من هذه الندوة هو اطلاع أصحاب المزارع والمستثمرين في منطقة النجد بالوضع المائي بشكل عام. وقد أثبتت التجارب كفاءة نظام الري بالتنقية تحت السطحي في حفظ المياه، ويساهم في توفير 40% من مياه الري مقارنة بنظام الري بالنافورة. محمود السيل، تبوك، ولاية ثمريت، محافظة ظفار. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون بعد قليل. تراث الإنسان وثقافة البلدان يمتزجان في معرض الجاليات السياحي بالبريمي. تيريزا ماي تبحث البريكزيت مع زعيم المعارضة، والبرلمان يصوت لصالح مناقشة تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. في الذكرى 70 للناتو، ستولتنبرغ يحذر من التهديد الروسي ويؤكد أن الحلف لن ينشر صواريخ نووية في أوروبا. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح إثر إطلاق مستوطن إسرائيلي النار عليهما في الضفة الغربية. قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ناتو يانس ستولتنبرغ إن الحلف لن يحذو حذو روسيا بشأن نشر صواريخ جديدة ذات قدرات نووية في أوروبا، موضحا بأن الحلف لا نية لديه بنشر صواريخ نووية على الأرض، وجدد دعوته إلى روسيا بالعودة لاتفاقية القوات النووية المتوسطة المدى. في الذكرى 70 لتأسيسه، يواجه حلف شمال الأطلسي الناتو جملة من التحديات في نواته الداخلية، وخاصة مع موقف القيادة الأمريكية المشككة في أهمية الحلف وفائدته للولايات المتحدة، وموقفها من الدول الأعضاء التي وصفها دونالد ترامب بالعالة على واشنطن، وإصراره على مطالبة تلك الدول بزيادة الإنفاق العسكري على الحلف.
ضغوطنا على دول الحلف لتحمل المزيد من تكاليفها الدفاعية زاد مساهمات تلك الدول بعشرات المليارات من الدولارات، لكن الحلفاء ربما يتعين عليهم زيادة ميزانياتهم أكثر. وفي مسعى للتخفيف من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها، وقف الأمين العام ينس ستولتنبرغ أمام الكونغرس الأمريكي في فرصة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الحلف، مذكرا بلحظة تاريخية شهدها عام 49 حين وقعت 12 دولة وثيقة تأسيس الحلف، وداعين إلى ضرورة التمسك بوحدة الصف. حلف شمال الأطلسي مفيد بالنسبة لأوروبا ومفيد أيضا للولايات المتحدة، إنه أنجح تحالف في التاريخ. ويخشى مراقبون أن تصطدم مساعي الأمين العام للحلف بعقبة أمريكية أوروبية مع تصاعد دعوات القطبين الألماني والفرنسي بضرورة تشكيل قوة أوروبية للدفاع عن دول الاتحاد وتقليل الاعتماد على الحليف الأمريكي، إضافة إلى تهديد صريح من واشنطن لأنقرة بسبب إصرارها على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة من طراز S-400. تركيا لن تتراجع عن اتفاقها وصفقة صواريخ S-400 قد أبرمت بالفعل، ولا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين الغرب وروسيا. ومع المخاوف من تصادم مكونات حلف شمال الأطلسي، يشهد الاجتماع الوزاري المنعقد في العاصمة الأمريكية أيضا تحديا خارجيا يتمثل في روسيا التي انسحبت من اتفاقية القوات النووية المتوسطة المدى وأبدت موقفا رافضا لنشر الحلف مزيدا من سفنه في البحر الأسود لضمان سلامة عبور السفن الأوكرانية التي سبق واحتجزت موسكو 3 منها بطواقمها في نوفمبر الماضي. منذ المشاركة الأولى في معارض إكسبو العالمية، حققت السلطنة حضورا لافتا ونجاحات في جميع المشاركات، ومع اقتراب انطلاق إكسبو 2020 في إمارة دبي، تستعد السلطنة لمشاركة متميزة في هذه النسخة، حيث عقد لقاء تعريفي في فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم للتعريف بالمعرض واستعدادات السلطنة للمشاركة فيه. منذ توقيع اتفاقية مشاركة السلطنة في معرض إكسبو 2020 في أكتوبر 2017، بدأت السلطنة تنفيذ مراحل الإعداد لهذه المشاركة. ولتحقيق مشاركة ناجحة للسلطنة في المعرض العالمي، كان لابد من عقد لقاءات تعريفية لإطلاع المؤسسات في القطاعين العام والخاص بأبرز المميزات والفرص المستفادة من إقامة الإكسبو في دولة مجاورة للسلطنة. الملتقى أو اللقاء التعريفي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات نعمل على تنفيذها بالحقيقة، وهذه الجولة الثانية أو المحطة الثانية لهذه السلسلة. المحطة الأولى كانت في محافظة البريمي، والمحطة الثانية اليوم في الواقع نتشرف بوجودنا بمحافظة المسندم والتركيز بطبيعة الحال المحافظات الحدودية، على اعتبار أنه جراء تنظيم حدث إكسبو دبي ومشاركة السلطنة في هذا الحدث، حقيقة نعتقد هناك مجموعة من المنافع والمكاسب يمكن أن تتحقق بشكل مباشر وغير مباشر. أوراق العمل التي تم تقديمها في اللقاء التعريفي تضمنت إبراز الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص وأبرز المكاسب الاقتصادية المستهدفة من المشاركة في المعرض. كما استعرض سعادة مفوض عام السلطنة في إكسبو 2020 التصميم الهندسي للجناح العماني في المعرض المستوحى من شجرة اللبان التي حظيت بحضور هائل عبر التاريخ، كما تطرق إلى عنوان الجناح العماني والذي جاء تحت عنوان عمان فرص عبر الزمن، والذي يجسد التواصل والتفاعل العماني عبر مراحل زمنية مختلفة مع العديد من الحضارات والشعوب. نتحدث عن أيضا كيفية ينبغي أن تستعد المؤسسات المعنية في هذه المحافظات حقيقة لتحقيق هذه المكاسب، وهناك مجموعة أيضا من الإجراءات خرجت بها هذه الدراسة وهذه التوصية المتعلقة بالمنافذ الحدودية، المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم للزوار، المتعلقة بالخدمات المختلفة حقيقة. من ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحن. والآن إلى الأخبار الاقتصادية مع أحمد بن راشد الهنائي.
الهاتف بكاميرا فائقة. اكتشف سلسلة هواوي بي 30. السلام عليكم مشاهدينا. استعرضت اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني 21 موضوعا استثماريا بمحافظتي شمال الباطنة والبريمي، وذلك في اجتماعها السادس لهذا العام بديوان عام الوزارة. تضمنت عروضا مرئية لبعض المشاريع. وتعنى اللجنة الفنية المشكلة بتطبيق الآلية المرحلية عند اعتماد المخططات العمرانية أو الجيوب التخطيطية وفقا للضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة، واقتراح ما تراه مناسبا من تعديلات استجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. هذا ليس مجرد هاتف، إنه هاتف بكاميرا فائقة. قوته الخارقة كاميرا لايكا رباعية بمستشعر فائق. هندسة عدسة التقريب الرائدة تمكنك من الاقتراب من الأشياء التي تحبها. يتميز أيضاً بوجود مستشعر فائق للضوء يمكنك من رؤية الضوء في الظلام. غير قواعد التصوير مع سلسلة هواوي بي 30. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 69 دولارا و60 سنتا للبرميل، وشهد السعر ارتفاعا بلغ 66 سنتا مقارنة بسعر الأمس الذي بلغ 68 دولارا و94 سنتا للبرميل. وكان معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 64 دولارا و48 سنتا للبرميل، مرتفعا بمقدار 5 دولارات و12 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي. عالميا، استمر ارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي بعد أن اقترب خام برنت من تجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، وذلك مع تجدد التفاؤل بتحسن أداء الاقتصاد العالمي وتراجع إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها في تجمع أوبك بلس، مما قلل من تأثير الزيادة في مخزون النفط لدى الولايات المتحدة. قالت شركة تويوتا اليابانية إنها ستتيح استغلال براءات اختراع سياراتها الهجينة بالمجان حتى عام 2030، ويأتي هذا القرار لتوسعة استخدام التكنولوجيا المنخفضة للانبعاثات رغم تحول الصناعات العالمية نحو السيارات الكهربائية بالكامل. وقالت الشركة إنها ستمنح تراخيص تخص نحو 24 ألف براءة اختراع لتقنيات مستخدمة في سياراتها بريوس، أول سيارة صديقة للبيئة يتم إنتاجها بمعدل كبير على مستوى العالم. وتشكل السيارات الهجينة نحو 3% من جميع السيارات المباعة عالميا، بما يتجاوز حصة السيارات الكهربائية بالكامل البالغة حوالي 1.5%. قال بنك التنمية الآسيوي إنه يتوقع تراجع وتيرة نمو الاقتصادات الصاعدة في آسيا خلال العامين المقبلين في تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التوترات التجارية الدولية. وفي تقريره السنوي قال البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا إنه يتوقع نمو الاقتصاد في هذه المنطقة بمعدل 5.7% خلال العام الحالي، وبمعدل 5.6% في العام المقبل، مقابل 5.9% خلال العام الماضي. هذا ليس مجرد هاتف، إنه هاتف بكاميرا فائقة. قوته الخارقة كاميرا لايكا رباعية بمستشعر فائق. هندسة عدسة التقريب الرائدة تمكنك من الاقتراب من الأشياء التي تحبها. يتميز أيضاً بوجود مستشعر فائق للضوء يمكنك من رؤية الضوء في الظلام. غير قواعد التصوير مع سلسلة هواوي بي 30. النشرة الاقتصادية انتهت، وهذه عودة إلى الزملاء وبقية الأخبار. إنه هاتف بكاميرا فائقة. اكتشف سلسلة هواوي بي 30. في ملتقى الجاليات السياحي الأول شارك عدد كبير من الجاليات المتواجدة في محافظة البريمي بعرض فنونها المختلفة للزوار. الملتقى حوى فعاليات عدة، منها معرض قدم تراث وثقافة بلدان الجاليات المشاركة ليكون فرصة لالتقاء الجاليات في مكان واحد.
في حصن الخندق بولاية البريمي كانت الوجهة. أعداد كبيرة من أبناء الجاليات المقيمة في الولاية أرادوا المشاركة في هذه الفعالية، فعالية تقام لأول مرة، ملتقى الجاليات السياحي الأول والذي ولد ليستمر في قادم السنوات. طبعا جاءت فكرة تنظيم هذا الملتقى الذي من خلاله تقوم الجاليات بإبراز فنونها المختلفة، الأكلات الشعبية التي يعني تشتهر بها، الأزياء المختلفة اللي تشتهر بها كل جالية من هذه الجاليات. طبعا الملتقى يشتمل على يعني مشاركة في 6 جاليات مختلفة اللي هي مقيمة في محافظة البريمي. طبعا نفس ما سردت هذه الجاليات راح تعرض فنونها المختلفة للزائرين، الزائرين لهذا الملتقى راح يتمكنوا من الاطلاع على هذه الفنون. خشبة المسرح كانت شاهدة على العديد من الفقرات الفنية المتنوعة، رقصات شعبية عكست جانبا من الإرث الحضاري الذي تتميز به دول الجاليات المشاركة، والفنون الشعبية العمانية أيضا. جالي مالنا باكستاني خاص، المدرسة باكستانية، هو اللي جيب الأشياء هاي، سكافة مالنا، ملابس والأكلات والأشياء وكذي، والمعلمات الباكستانية ومديرة باكستانية، والكل الجمع هنا، واليوم راويكم هنا السكافة مالنا مال باكستان. وفي أركان المعرض عبر المشاركون عن أهم ما تزخر به بلدانهم في عدد من الجوانب كالأكلات الشعبية والأزياء التقليدية والمقومات السياحية أيضا، وسط تفاعل ملحوظ من قبل الزائرين. حب نشارك مع المعرض، كل الدنيا تتجمع، يعني نحب ما أعرف يعني. شو اللي عجبك أكثر شيء في المعرض؟ كل شيء والله، يعني الناس مجمعين وفرح أوكي، يعني كل شيء تمام والله. الحرف التقليدية العمانية والأكلات الشعبية كان لها حضور أيضا، أضف إلى ذلك مرسم الأطفال ومركز الاستعلام السياحي. ملتقى الجاليات السياحي الأول كان فرصة لالتقاء الثقافات والعادات والتقاليد في مكان واحد، كما أنه ساهم في تعزيز روابط الصداقة والأخوة التي تربط الشعب العماني بشعوب الدول المشاركة. أنور بن زاهر الغريبي من حصن الخندق محافظة البريمي. والآن إلى المحطة الرياضية مع مازول الحسنية. شكرا أحمد، أهلا بكم مشاهدينا. بدأ المنتخب الوطني للشباب معسكره الداخلي والذي يقام بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، والذي سيستمر حتى 6 أبريل الجاري، وذلك في إطار برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا القادمة. وضمت القائمة التي اختارها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني يعقوب الصباحي 26 لاعبا من 16 ناديا، ويسعى الصباح وجهازه المعاون حاليا لانتقاء أبرز العناصر لضمها في القائمة الرئيسية للمنتخب. بعد شهر كامل من التنافس بين الفرق المشاركة، اختتمت النسخة 6 لكأس محافظة شمال الباطنة لخماسيات كرة القدم للمؤسسات، وتعتبر هذه البطولة مبادرة لإيجاد جو من الألفة بين كافة الموظفين في المحافظة. رعى الختام صاحب السمو الدكتور أدهم بن تركي بن محمود آل سعيد وبحضور سعادة محافظ شمال الباطنة. بعد شهر من التنافس بين الفرق المشاركة، جاء إصدار الستار على كأس محافظة شمال الباطنة في أمسية احتضنتها الصالة المغلقة من مجمع صحار الرياضي، فعالية عكست الاهتمام الكبير بالتواصل بين أفراد المؤسسات الحكومية والخاصة عبر كرة القدم. هذه بادرة طيبة جدا، وفي دورتها 6 فعلا تبني شراكات حقيقية بين القطاع الخاص والعام، وتوفير فرص الشباب في إبراز قدراتهم ومواهبهم كذلك. نتمنى دائما لهذه البرامج التوفيق والاستمرارية بحول الله. بطولة جمعت كثير من الدوائر، منافسة قوية، حصلنا صعوبة كبيرة لين وصلنا إلى النهائي،
لكن الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. نبارك للأخوة في شركة صحار للألمنيوم، ونقول لك هارد لك لفريقنا فريق بلدية صحار. 5 أهداف كانت محصلة اللقاء النهائي للكأس بين بلدية صحار وصحار ألمنيوم، لقاء صحاري قدم فيها اللاعبون مستوى شاهدته الجماهير التي استمتعت بكل هدف، انتهى بفوز صحار ألمنيوم 3 أهداف لهدفين. كنا من أول ما داشين على البطولة كان طموحنا نشل البطولة، لأن الموسم الماضي طلعنا الثاني والفريق عنده القدرة أن يحقق البطولة. الحمد لله بفضل من الله حققنا البطولة. جائزة هذه فردية، لكن لو ما كان المجموعة تساعدك ما كنت بحصل عليها، فأشكر ربعي وزملائي. لا زالت البطولة تحتفظ بقوتها التنافسية، ورغم مشاركة 26 فريقا إلا أن اللجنة التنظيمية أبدت النية بزيادة عدد الفرق في النسخة القادمة. احتفالية جميلة ببطل النسخة 6 من كأس محافظة شمال الباطنة لخماسيات كرة القدم للمؤسسات بعد شهر من التنافس بين الفرق المشاركة. من المجمع الرياضي بولاية صحار، عبد الله بن صالح الريسي، محافظة شمال الباطنة. أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة مباراة يونغ نام الكوري الجنوبي وضيفه كاشيما أنتلرز الياباني، وذلك بالجولة 3 للمجموعة 5 من دوري أبطال آسيا 2019 إلى طاقم تحكيم عماني، وذلك بقيادة حكم الساحة أحمد الكاف ومساعديه أبو بكر العمري وراشد الغيثي، والتي ستقام بكوريا الجنوبية. وتعد هذه المباراة هي 25 للطاقم العماني في موسمه 5 على التوالي بدور الأبطال، والثانية في نسخة هذا العام بعد أن أدار مواجهة استقلال طهران الإيراني والعين الإماراتي على ملعب أزادي بطهران. لكن في شوط المدربين مثل ما يسمى في عالم كرة القدم، كيف راح تكون الأمور؟ نجح القطري ناصر العطية في الفوز بالمرحلة الثانية تواليا برالي مرزوقة المغربي، حيث امتدت المرحلة الثانية ل 240 كيلومترا وانطلقت من مدينة أرفود، حيث عزز ناصر العطية صدارة منافسة المركبات رباعية الدفع بعد أن قطع المرحلة في 4 ساعات ودقيقتين، وذلك متفوقا ب11 دقيقة عن صاحب المركز الثاني كونراد، بما جاء خوان ميغيل ميديرو في المركز الثالث. وإلى الخبر الأخير، وتحديدا في خبر طريف، حيث شارك الفائز بثمان ذهبيات أولمبية لسباقات العدو ل 100 متر و 200 متر وعدو التتابع ل 100 متر الجامايكي يوسين بولت في سباق غريب في ليما عاصمة البيرو، حيث كان منافسة فيها سيارة أجرة من طراز التوك توك أو الركشة، ولم يجد العداء الجامايكي أي صعوبة في الفوز السباق، إذ اندفع بسرعة إلى خط النهاية وسط صيحات تشجيع حماسية من الجماهير. وكان بولت البالغ من العمر 32 عاما قد اعتزل بعد مشاركته في بطولة العالم للعدو لعام 2017 التي جرت في العاصمة البريطانية لندن. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية، عودة الآن إلى أحمد العامري. شكرا نزون. الأطفال بين 6 و18 شهرا يصبحون قادرين على اكتساب مهارة التعرف على ذواتهم وتأسيس مكانهم في العالم، ومن أجل هذه الفئة العمرية من الأطفال تقدم دار الأوبرا السلطانية مسقط على مدى 5 أيام أوبرا بامبينو لتأخذهم في رحلة مميزة تحفز فيها خيالاتهم ومشاعرهم. التفاصيل في التقرير الآتي.
الذي أخاف هذا الطفل؟ ربما رأى مشوار حياته منذ أن كان جنيناً إلى أن يكبر ويترك حضن أمه ليكتشف هذا العالم بنفسه. ربما، فعرض بامبينو الذي تقدمه دار الأوبرا السلطانية مسقط للأطفال الرضع يسرد قصة طائر صغير يرتبط كثيراً بأمه ويكون مبتهجاً لأنهما معاً. تهتم الأم بتعليم صغيرها الطيران إلى أن يتمكن من التحليق في السماء ويفترقان. لقد كان مهتماً كثيراً بالعرض رغم بكاء الشديد لم يرغب في المغادرة. تكون الأم مع طفلها في كل لحظاته وتسعد باكتسابه التجارب الجديدة، فقد لا يدرك ماهيتها ومعناها في هذا العمر، ولكن الأكيد أن أثرها سيظهر ولو بعد حين، فقد أكد العلم بأن الموسيقى تحسن قدرة الطفل على النطق السليم. في قلوب الأطفال طهارة ونقاء وبراءة تكفيهم لأن يظهروا كل ما يجول في خواطرهم ويتفاعلوا مع الأشياء دون حد أو حاجز. نستمتع كثيراً بإزعاج الأطفال ومقاطعتهم للعرض أحياناً ببكائهم أو ضحكاتهم، وهذا دليل على تفاعلهم معنا ومع الموسيقى. نضطر أحياناً لإبعادهم عن المسرح وتقديم العرض في وقت واحد. Sing and dance and do everything at the same time. It's very fun. After so many shows, so many performances that we've done, we get used to. تدربنا على التعامل مع الأطفال في كل حالاتهم ونستمر لنبقى على انجذابهم للعرض. في الواقع هذه هي الغاية من أوبرا بامبينو. طفلي الصغير، بعد المسكن والمأكل والملبس أقدم لك كل المعارف بشتى أنواعها وحقولها، فإذا ما بلغت أشدك آن لك أن تتخذ مسارك بنفسك وتميز الصحيح من الأصح والجميل من الأجمل، فقد قدمت لك الحياة بما فيها وليس عليك إلا أن تختار. في الختام تذكير بالعناوين: تيريزا ماي تبحث البريكزيت مع زعيم المعارضة، والبرلمان يصوت لصالح مناقشة تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. في الذكرى 70 للناتو، ستولتنبرغ يحذر من التهديد الروسي ويؤكد أن الحلف لن ينشر صواريخ نووية في أوروبا. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح إثر إطلاق مستوطن إسرائيلي النار عليهما في الضفة الغربية. شكرا لكم على طيب المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، وإلى اللقاء.